تحويل عملات رقمية يسقط شبكة إجرامية. تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الثلاثاء من توقيف 7 أشخاص من بينهم حارس أمن يعمل بولاية أمن الدار البيضاء وشخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الابتزاز والمشاركة وإخفاء أشياء متحصلة من الجناية. وحسب المعلومات الأولية للبحث فقد استدرج 5 من المشتبه فيهم الضحية الذي ينشط في صرف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة بعدما دخلوا معه في اتفاق وهمي لتحويل عملات رقمية من صنف البيتكوين قبل أن يعمدوا إلى انتحال صفة موظف شرطة ويقوموا بتوقيفه بمنطقة مدرايا بضواحي الدار البيضاء بغرض تعريضه للابتزاز. ومكنت الأبحاث والتدخلات الأمنية وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني من ضبط المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية بمنطقة دار بوعزة بضواحي الدار البيضاء بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عملية تحويل يشتبه في كونها غير مشروعة. وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية خصوصا بمنزل الضحية المفترض عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز 1,148,000,000 سنتيم من العملة الوطنية، فيما مكنت إجراءات التفتيش بمنزل المشتبه فيهم عن حجز هواتف نقالة ودراجة نارية و4 سيارات عثر بإحداها على سلاحين أبيضين وعلبة قفازات يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية. وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهما 5 المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بالإضافة إلى شقيق الشرطي الموقوف وخطيبته. وأكد الضحية المفترض لهذه الجرائم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية ورصد ارتباطها وتقاطعاتها المحتملة بجريمة غسل الأموال، فضلا على الكشف عن مصدر الأموال المحجوزة في هذه القضية ومسارات صرفها بشكل غير مشروع. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.